فاننا لسه مستمرين في الفرحه. خلينا نستضيف على الهاتف نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي واللي كان ليهم تاثير كبير على مدار الموسم بشكل كامل، وهو الكابتن محمد هاني. يا كابتن هاني مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير يا محترم حبيبي. ويعني ببص على كل الناس وحشني والله. انت وحشنا اكتر يا هاني، واحنا سعداء بيك جدا جدا كاهلاويه طبعا، لان انت عملت موسم اكثر من رائع وقدرت ان انت تساهم بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري الصعبه، وفي نفس الوقت عايز ابارك لك طبعا على هذا اللقب الكبير. والله يا امير اول حاجه طبعا عايز احمد ربنا طبعا على الدوري ليه طعم مختلف يعني السنه دي، وعايز اشكر كل الناس اللي وقفت في ظهرنا كلنا، وعايز اشكر الجماهير طبعا يعني اللي هي الناس يعني استحملونا في حاجات كتير وناس واقفه جنبنا على طول، واحنا يعني على قد ما نقدر بنحاول ان احنا ندي اقصى حاجه عندنا في الملعب عشان نفرح الناس دي كلها. يعني احنا يعني دورنا ان احنا نسعد الناس دي كلها، يعني جماهير النادي الاهلي بالذات يعني ليها طعم مختلف يعني. اكيد عشتوا لحظات يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، و يعني عشتوا لحظات الموسم ازاي يا هاني، خصوصا ان انتم مريتوا بعقبات كتيره جدا وصعوبات كتيره على مدار الموسم، سواء فيما يتعلق بالاصابات ضغط المباريات، اللحظات دي كلها قدرتوا ان انتم تتغلبوا عليها ازاي، وانتم كلامكم مع بعض كلعيبه كان عباره عن ايه في التوقيت ده؟ بص يا امير يعني لعيبه النادي الاهلي دايما محطوطه في مواقف صعبه وانت عارف كده كويس، يعني دايما بتتحط في مواقف يعني اللي هو انت لازم تكسب مثلا الماتش ده عشان نعدي ولازم مش عارف، فاحنا دايما كل ماتش لينا بيبقى موقف صعب، فاحنا دايما اللعيبه الكبيره بصراحه يعني بنلم بعض بنلم بعض وبنتكلم كلنا مع بعض ان احنا في فتره مهمه جدا لازم نكسب الماتشات اللي جايه لنا دي. يعني الدوري ده كان طويل جدا وكان فيه منافسين، ناس كتير عايزه توقعك وناس كتير عايزه تخلي شكلك وحش وعايزه تقلل منك، لكن انت الحمد لله بتشتغلت وعملت اللي عليك وكله بتوفيق ربنا يعني الحمد لله، بس انت لازم بتشتغل ولازم بتتعب عشان ربنا يديك في الاخر. فالحمد لله احنا اشتغلنا وتعبنا وضحينا بحاجات كتير طول السنه عشان خاطر ان احنا ربنا يكرمنا، فالحمد لله الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، وكان دوري يعني دوري مهم جدا بالنسبه لنا بصراحه يعني انا شايف كده، فالحمد لله يعني. انت على البحر ولا ايه يا هاني؟ انا بصراحه اجازه. لا حقك طبعا لازم تاخد قسط من الراحه كافي عشان ان شاء الله ترجعوا تتمرنوا وتجيبوا لنا بقى بطوله دوري ابطال افريقيا دي اللي جمهور النادي الاهلي اكيد مستنيها، لكن برضه عايز اسالك اصعب فترة انتم مريتوا بيها على مدار الموسم بالتحديد فيما يتعلق ببطولة الدوري كلاعيبة النادي الاهلي كانت ايه، انهي افضل او اصعب لحظة مريتوا بيها يعني؟ بص هي اصعب فترة امير اللي هي كان يعني كنا مضغوطين جدا ان احنا كان بقالنا كتير بنلعب في افريقيا وكده، فكان عندنا فترات وقف كتير فاحنا كنا مركزنا في الدوري كان مركزنا وحش قوي يعني مش يعني بس غصب عننا عشان احنا ما كناش بنلعب كنا الاخير. صح صح. فدي كانت فترة صعبة جدا ان احنا كنا أول حاجة بنلعب كل ثلاث أيام، فالموضوع ده كان صعب جدا ومجهد على اللعيبة كلها، وفي نفس الوقت أنت لازم تاخد كل النقط اللي بتاعت الماتشات دي كلها عشان هي دي اللي هتفرق معاك وهتطلعك. بس فيعني الحمد لله ربنا احنا زي ما قلت لك احنا تعبنا وضحينا بحاجات كتير عشان ربنا يكافئنا بحاجات من دي في الآخر والحمد لله حصل. فعلا. طيب هاني بالتحديد اخر مباراتين في بطوله الدوري هما كانوا ماتشين حاسمين جدا، سواء مباراه المقاولين ودي حسمت اللقب بشكل كامل، فبالتالي جمهور النادي الاهلي فرح وانتوا كلاعيبه وجهاز فني فرحتوا جدا، ازاي قدرتوا ان انتوا تفصلوا ما بين فرحه الفوز ببطوله الدوري واهميه الفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك، وفعلا الهدف اتحقق في الاثنين، خدت الدوري وكمان كسبت نادي الزمالك. بص احنا دايما يعني بنحط الاهداف بتاعتنا بالترتيب، يعني احنا كان اول هدف بالنسبه لنا واول خطوه ان انت تكسب ماتش المقاولين ده عشان تبقى انت بطل الدوري. يعني ده كان الماتش ده بكل تعب السنه دي طبعا لازم تبقى مركز، وانت شفت الماتش احنا يعني فعلا من احسن ماتشاتنا في الدوري المقاولين ده، كل اللعيبه ال 11 لعيب نازلين عندهم حماس في كل كوره في كل ضغطه في كل باصه، ان انت
يعني ماتش احنا لازم ننزل نكسب، لازم ننزل يا جماعه نخلص. واديك شفت يعني الحمد لله اللعيبه كلها ما شاء الله يعني كانوا كويسين جدا جدا يعني. فالحمد لله خلصنا الموضوع ده، بقينا ابطال الدوري. كان في بقى الخطوه الثانيه ان انت بتلعب الزمالك، فريق كبير، فريق بينافسك على طول، وجماهير الاهلي لازم ان انت تكسب الماتش ده. احنا يعني متعودين على كده من وانا صغير، وانا بتفرج على الاهلي والزمالك انا متعود ان الاهلي لازم هو اللي يكسب. بس فالحمد لله يعني نزلنا وربنا كرم الحمد لله. فبس طيب اخر مباراه الزمالك في اخرها كده جالك اصابه، الاصابه عباره عن ايه؟ وهل ان شاء الله تنزل تدريبات على طول من يوم الجمعه؟ معايا هاني؟ معلش هاني قلت لك ولا يهمك. بقول لك اخر مباراه الزمالك كده جالك اصابه، الاصابه كانت عباره عن ايه؟ وهل هتنزل تدريبات بشكل طبيعي من يوم الجمعه ان شاء الله؟ لا يا الحمد لله خفيفة يعني، هي كانت الضمة تقل بس كده خفيف في آخر الماتش، قلت يعني ما أطلعش ما تزيدش بس أو كده، الحمد لله بسيطة يعني إن شاء الله. طيب الحمد لله. فيما يتعلق بقى بالمنتخب يا محمد، وبالتحديد الناس كتير كانت متوقعه ان محمد هاني هيكون متواجد مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، هل انت زعلت او صدمت ان انت ما كنتش متواجد في القائمه الخاصه بمنتخب مصر؟ بص هو طبعا طبيعي ان انا اتضايقت وزعلت، ان انا كان نفسي طبعا ان انا ابقى موجود في بمثل بلدي، دي يعني حاجه تشرف اي واحد كان يعني نفسه ان هو يبقى ينول الشرف ده ان هو يمثل منتخب مصر. بس خلاص يعني العجله بتمشي يعني خلاص ما في اختيارات. بس كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ والله انا يعني مش موضوع مفاجاه، بس انا كنت اتمنى يعني كنت اتمنى طبعا ان انا ابقى موجود. كويس. سايبها على ربنا، انا مش موجود خلاص يعني. اه طبعا كان في ان انا كان نفسي او اتضايقت شويه، بس خلاص العجله مشيت ولعبت ماتشات بعديها. والاهم الهدف بتاعك اللي احنا حققناه ده، هو ده كان هدف خلاص، موضوع المنتخب خلص. هدفنا بقى عملنا فتره اعداد كويسه جدا في اسبانيا عشان الماتشين دول. والحمد لله يعني زي ما قلت لك. طيب اخر سؤال، مش عايز اعطلك عشان تقضي اجازتك براحتك، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، الرساله اللي انت حابب تقولها لهم ايه؟ وبالتحديد فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا اللي هتبتدي، وانت عارف كويس يا هاني انت وزمايلك في الفريق ان دي بطوله وحشه جدا جدا جمهور النادي الاهلي. بص والله يعني احنا كلاعيبه والله احنا نفسينا في البطوله دي جدا جدا جدا، انا واحد من الناس نفسي ان انا اخد البطوله دي. واحنا زي يعني طبيعي ان الاهلي دايما بيبقى موجود في البطوله دي ودايما بينافس، احنا وصلنا سنتين نهائي وربنا ما ارادش يعني ان احنا نكسب ماتشين النهائي. بس يعني انا عايز اقول لك والله لعيبه كلنا نفسنا في البطوله دي، كلنا مركزين في البطوله دي جدا، ونفسنا ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله دي. بطوله يعني وحشانه وحشه الناس كلها، انا ما خدتهاش قبل كده، فدي ان انا احققها وان شاء الله احققها يعني باذن الله. بس انا حاسس ان انا احققها قريب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يعني هدفنا طبعا هو كده كده كل البطولات احنا بنفكر فيها، وكل البطولات يعني لازم ان احنا ناخدها. بس بطوله افريقيا دي مهمه جدا جدا، وان شاء الله يا رب يعني تبقى مستقبل السنه باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا، واسيبك بقى تستمتع بوقتك، وان شاء الله تعود للتدريبات مع النادي الاهلي بدايه من يوم الجمعه نجم.